أضحى الفساد أزمة تؤرق العالم، عائقاً أمام البناء والتقدم، قضية كانت موضوعاً محرماً على الصعيد الدولي قبل أن تعقد هذه القمة العالمية لمكافحة الفساد التي استضافتها لندن بمشاركة زعماء وممثلي حكومات عدة، من ضمنهم وفد المملكة العربية السعودية برئاسة معالي الدكتور خالد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة. الحمد لله المملكة العربية السعودية دولة ولله الحمد رائدة وأيضا مهمة على الصعيد الدولي، ومشاركتها تأتي من هذا المنطلق. مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية لا شك أنها من أحد المبادئ الأساسية في عملها، وهذا واضح من خلال الرؤية التي أقرت وصدر بها قرار مجلس الوزراء. قمة تهدف إلى محاربة هذه الآفة التي تهتك بأنسجة العالم أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، تهدف إلى استحداث طرق جديدة تساعد في الحد من انتشارها عن طريق التعاون الدولي وتبادل المعلومات واستعراض أبرز التجارب في محاربة الفساد، بالإضافة إلى سن قوانين جديدة من شأنها أن تضع حدا للمفسدين أينما كانوا. وقد خلصت هذه القمة إلى إنشاء مركز لمكافحة الفساد مقره في لندن. الحقيقة أنها لا توجد هناك آليات محددة للتعاون فيما بين الدول، وهناك سعي لإيجاد آلية واضحة، ومن ذلك الحقيقة الفكرة إنشاء مركز في لندن من أجل التنسيق في مجال مكافحة الفساد. هذا الاجتماع الدولي الذي أقيم في مبنى لانكستر هاوس بالعاصمة لندن أوجد متنفسا للمتظاهرين المنددين بمخرجات الفساد حول العالم. نحن هنا اليوم لمحاربة الفساد والتصدي له، خصوصا في أفغانستان والعالم بشكل عام. وأخيرا يقف العالم متحديا هذه الآفة الخطيرة ليحد من انتشارها بعد أن تسببت في العديد من المشاكل. بدر العازمي، الإخبارية، لندن.